الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه المسألة لابد فيها من التفصيل. والإنسان المسلم ما يوضعش نفسه في هذه الأماكن الضيقة. فالأصل أنه الإنسان يتسحر ويأخذ الوقت ديالو الكافي وهو براحته ومرتاح. والصحابة الكرام كانوا يؤخرون وجبة السحر إلى حين يقترب أذان الفجر، لكن الإنسان هو تياكل أذن عليه الفجر. فهذه المسألة غادي نشرحها بشكل مفصل باش تكون واضحة وبينة. فمثلا أنا الآن خديت الكاس ديال الماء وبدأت الشرب، أو الآن أنا مثلا واخذ واحد الحاجة تناكلها، وأذن المؤذن فأجاز لي الشارع أن أكمل شربتي وأكلتي، فهذه الحالة اللي أنا بديت. أما مثلا أنا خديت الكاس، يلا أنا خديت الكاس في دية فأذن المؤذن، هنا ما بقاش عندي الحق أنني نشرب أو أنني نأكل. أما بعض الناس تنشوفهم وهم يعيشون معنا في مجتمعاتنا الإسلامية، فإما تيأكلوا عند أذان الفجر أو لحتى ترجعوا من المسجد من الصلاة وتيعاود تاني يأكلوا وتيقولوا لا راه مازال الحال. هذا أولا خطأ، ثانيا فيه خلاف لما أجمعت عليه الأمة، وأمة الإسلام لا تجتمع أبدا على ضلال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.